أنني واعي كل الوعي أن التحديات التي يواجهها القضاء كثيرة وتفرض على كل الأسرة القضائية بمختلف أطيافها توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود الصادقة لنكون في مستوى ما يطمح إليه كل مواطن ومواطنة وما ينتظره خاصة من هذا المرفق الحيوي قضاء مستقل ومحايد يضمن الحقوق ويحمي الحريات. سنعمل جاهدين لتوفير جو يسود الهدوء والطمأنينة ليؤدي كل مكون ينتمي للأسرة القضائية الكبيرة عمله في ظروف لائقة بنبل القطاع ومكانته، كما ستتركز جهودنا أيضا على تحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكييفها مع التعديل الدستوري الأخير، لا سيما القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وسيره والقوانين العضوية المتعلقة بعمل المحكمة العليا ومجلس الدولة واختصاصاتهما، دون أن ننسى مدونة أخلاقيات المهنة. يشكل استرجاع الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد تحديا آخر ينبغي رفعه والعمل من أجله بكل السبل واستعمال كل القنوات لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت